على الرغم من قصر الفترة التي قضاها داخل صفوف فريق الكرة بنادي الزمالك، إلا أنه ترك بصمة واضحة وقاد الفارس الأبيض للعديد من الانتصارات والبطولات، ليكون واحدا من أبرز لاعبي الكرة الفلسطينية في تاريخ الدوري المصري، هو هداف الزمالك السابق النجم مصطفى نجم. ويحتفل مصطفى نجم اليوم 24 من فبراير بعيد ميلاده 56. مصطفى نجم اسم على مسمى، فتوهج القناص الفلسطيني في قيادة خط هجوم القلعة البيضاء على مدار 3 مواسم متتالية في الفترة ما بين عامي 90 و93، وساهم في معانقة النادي الملكي للقب الدوري مرتين فضلا عن لقب إفريقيا للأندية أبطال الدوري. مصطفى نجم من مواليد 24 من فبراير من عام 1966، وطرق أبواب الدوري المصري بانضمامه لصفوف الاتحاد السكندري وهو ابن 20 عاما، قبل أن يخطف أنظار مسؤول القلعة البيضاء بتألقه بقميص زعيم الثغرة. 15 هدفا كانت شاهدة على تألق مصطفى نجم خلال مشواره مع القلعة البيضاء، يأتي في مقدمتهم هدفه الشهير بشباك الأهلي الذي حسم به الزمالك قمة الدور الأول للدوري الممتاز موسم 1992-1993، حيث حفر الهداف الفلسطيني اسمه بحروف من ذهب ضمن قائمة اللاعبين الأجانب المسجلين في الدرب القاهري. وسلك مصطفى نجم المجال التدريبي عقب اعتزاله، حيث تولى تدريب عدة أندية فلسطينية أبرزها الصداقة والهلال وأهلي غزة، بالإضافة إلى شغل منصب المدرب العام لمنتخب بلاده، فضلا عن العمل مدربا بقطاع الناشئين بنادي الزمالك على مدار 7 سنوات متتالية. جماهير الزمالك لم تشعر مطلقا بأن مصطفى نجم لاعبا أجنبيا أو غريبا على قلعة ميت عقبة، فاعتبرته واحدا من أبناء النادي الذين تربوا بين جدرانه، وأحد أنجب تلاميذ الخط الأمامي لمدرسة الفن والهندسة خلال فترة التسعينات، ليكون مصطفى هو النجم المدلل لدى أنصار النادي الملكي.